هذا المينيو حق الغداء. شايفين الطيارة هذه يا أبو مرامح؟ هذه نفسها أسافر فيها. Thank you.
انا شايف يعني الدنيا غبشت، الدنيا ظلمت. ايش غبشت يعني؟ يعني كيف اجيبها باللهجه الثانيه؟ غبشت غبشت. واقول مالك اذا الشمس فجاه غربت؟ تاري الكابتن قفل لنا البوزات، سود لنا البوزات الكابتن، ماني عارف ليه. شوف شوف عادت لنا هي على اسود، ماني عارف ليه قفلها كده بسرعة. بحاول ابيض اودي الغباش حلو ابيض. ضيوفنا الاعزاء نعمل اظن يمكن في الشمس ولا ايش ما ادري، بس احنا قبل ما يغبش لنا هي كانت الشمس يعني ما هي مؤثرة معنا كثير. قفلها ما جابت نتيجة. فكت الظاهر الكابتن سمع الكلام فما يعني حب يزعلني، فتح لنا البزاز شوية نشوف هنا كيف البزاز هذا. فالظاهر شوف هذيك طلعت الشمس من جد، ما بدي أقرب كده. ليش إنه ما هو في التصوير يعني؟ هذا اللي كده طبعا هذا مو في التصوير، يجي مع الطيارة.